السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هعملكم بإذن الله المندي باللحمة بالبرميل المزين. إن شاء الله تعالى المقادير هذه فابريكا، فلفل أسود، بهار حلو، طبعا كل اشي معلقة ونص صغيرة او معلقة كبيرة عادية تحت الاكل تبعتنا، فلفل احمر حار، ملح، وهذا ماجي الياباني، وهذا زعفران، وهذه بودرة الزعفران. هنحط هذه الاشياء كلها اللي انتو شايفينها هنا، عليها زيت، عليها علبة الزبادي، هذه كمية الزيت. هنحطه كده ونتبل فيها بإذن الله اللحمة. بالنسبة لهذه البهارات، هذه البهارات هنحطها على الرز، عبارة عن الليمون ناشف، كركم، قرفة، عود قرفة، خلنجان، قرنفل، فلفل أسود، خلنجان، وورق الغار، والهيل، والملح. هذا هنستعمله ان شاء الله للرز بس فقط. وهذه الاشياء اللي انتم شايفينها هنحطها على اللحمه على بركه الله. طبعا احنا حطينا البهارات اللي وريتكم اياها، بهار حلو، فلفل اسود، فلفل احمر مطحون، فابريكا مطحونه، والملح. هذا الماجي اللي هو ماجي ومضاد للحم الياباني. هذا الزعفران، البودرة والزعفران. هنحط الزيت، الزبادي هذه، هنحرك الخليط هذا كده زي ما انتم شايفين، بعدين نحطه على اللحمة، نبعد فيه اللحمة على بركة الله. شوفوا خواتي، بعد ما تبلنا اللحمة بهذا الشكل شايفين، هنسيبها في الثلاجة إن شاء الله، يعني أو مكان بارد يعني لمدة ساعة، ساعة ونص، علشان إيش؟ تكون هي تبهرت تماما، دخل البهار في كل أجزاء قطع اللحمة. على بركة الله، توكلنا على الله، لا إله إلا الله. هشرح لكم على السريع إيش هو برميل مزين. هذا برميل مزين بنعمل فيه المندي. بيتكون من إيش؟ زي ما أنتم شايفين كده. بعدين بتحطوا هذا القدر، طنجرة، في هذا طبعاً الطنجرة هذه فيها الرز والبهارات. بعدين دخلوا هذا الشبكة حوالين الطنجرة، شايفين؟ بنحط أول طبقة من اللحم، سواء لحم، دجاج، متبل، اللي التتبيلة أنت عايزاها، اللي أنت عايزاها التتبيلة. في طبعة ثانية إذا كان ما شاء الله تبارك الله الإشي كتير، حطي هذه، حطي طبعة ثانية. بعد ما تحطي اللحمة أو الدجاج في المنطقة هذه وخلاص حتغلقيه، نجيب الكفر اللي هو الغطاء، بنحط في هذه مية، نعبيها مية شوية هيك، نرطبها ونلبسها على داير الغطايا.
على داير الغطايا، هذه تيجي على داير الغطايا عشان ما يطلع البخار منه. بعد ما نحن نحط هذه طبعا وهذا هنغلقه، نغلقه بهذا الشكل، شايفين؟ كده وحنسيبه على حسب ايش نحن حاطين في فيه، هنحسب الساعة. إذا كان دجاج يقعد فيه ساعة ونص أو ساعة، إذا كان لحمة على حسب اللحمة ممكن ساعتين أو ساعة ونص، شايفين؟ هذا بس ما بنصح ينعمل بالبيت إلا تحطي تحت البلاط تبعك هذا كمان أربع بلاطات. في عندي في المطبخ حرك لي شوية من البلاط لأنه هو بيعطي سخونة يخلي البلاط يتفكفك، هذا نصيحة بنصحكم لما تيجي تعملوا في البيت، إذا كان مش في الحوش ولا في السطوح ولا في هذا، فأفضل إنك تحطي بلاط فوق بلاط بيتك علشان ما يتأثر البلاط. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط البصل، هنحط البهارات اللي قلت لكم عليها، والملح، حط الزيت. في ناس بيقلبوا هذا البصل والبهار على النار شوية يشوحوا، أنا لا أفضل إني أسويه بهذه الطريقة. زيت الرز كله، حطيت الرز على بركة الله، هقلب البهار فيه، حط عليه المية السخنة، لازم تكون المية مرتفعة عن الرز سنتي كامل. ارتفاع المية عن الرز صار ممكن بهذا الشكل، شايفين؟ هنحط فيه عليه الفلفل وبعدين خلاص جاهز. نحط الرز اللي تبلناه في وسط بهذا الشكل. هنجيب الشبك المزبوط على البرميل، نضع الشبك جوه البرميل بهذا الشكل، هنحضر اللحمة ونحط عليه. ايوه هنحط اللحمة القطعة الكبيرة في الجزء الأولاني، بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. هنحط اللحمة في الدور الثاني بهذا الشكل،
واخده تتبيله كويس، لازم تتبل اللحمه مظبوط. على بركة الله لازم نحط هذا الفوطة، نبللها شوية مية، وبعد ما نبللها مية لازم نلبسها للغطاء. بعد إغلاق البرميل بهذا الشكل بالفوطة نقوم بتشغيل البرميل على حرارة 250، وعشان احنا عاملين لحمة لازم تكون أقل شيء 120، ساعتين كاملين على بركة الله. شوفوا كيف لما صار يغلي يطلع بخار بالشكل هذا، تقريبا له هلا ممكن تقريبا نص ساعة بهذا الشكل. طبعا عشان عيلة صغار حواليا فأنا حطيت الكراسي هذي علشان ما يقرب علي لأنه سخن كتير، غير هيك إن أنا حطيت إضافي بلاط فوق البلاط تبع السيراميك علشان برضو ما يتأثرش البلاط تبعي. على بركة الله تقريبا له نص ساعة شغال. لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعلوا الجرس وتعملوا لي لايك وتقولوا لهم جميع حبايبكم. لذيذ يعني بشكل لا يوصف، الريحة عاملة اشي غير طبيعي في البيت. بعد ما فتحنا البرميل هنشيل الكشنة هذه اللي هي البهارات اللي على رأس الرز، هنشيلها في صحن وبعدين نغرف الرز في الصحن التقديم. وشوفوا كيف اللحمة، شوفوا حطينا الرز بعدين هنحط اللحمة اللي الطابق الأول اللي فوق، وشوفوا كيف اللحمة محمرة ما شاء الله تبارك الله. هذا طبقنا الثاني، حطينا الرز، حطينا عليه اللحم اللي هو الدور الثاني، والحمد لله اكتمل عنا الطبق. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهيك صار عنا احلى طبق مندي، حضرت لكم اياه بطريقة سهلة وبسيطة. وصحتين وعافية عليكم. إذا عجبكم طبقنا لا تنسوا تعملوا لي لايك وتبدوا إعجابكم بهذا الفيديو وتفعيل الجرس. كل عام وأنتم بخير.